صفاء يامون عضوة المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب. من بعد ما حركة الممرضين وقفت الاحتجاجات ديالها والأشكال النضالية ديالها في فترة حالة الطوارئ الصحية، اليوم تعود حركة الممرضين بشكل سلمي أمام وزارة الصحة الوصية بشكل نضالي، واللي هو كان وقفة وكان مبرمج لها. اليوم كنتفاجئوا بتدخل قمعي من القوات الأمنية بمختلف فئاتها. هذا القمع اللي حنا كنعانيو منه اصلا، والتنكيل اللي كنعانيو منه من وزارتنا اللي لم تلتفت ولو بشكل بسيط لمجهودات الممرضين داخل، خصوصا داخل هذه الجائحة. اليوم نحن نندد بهذا القمع وبهذا التدخل، وكنطالبوا الوزارة والحكومة بانها تنزل لطاولة الحوار، لان حنا ما مفكينش بهذا. كرامي إدريس، عضو مجلس حركة الممرضين وتقنية الصحة، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنية الصحة. حنايا في إطار تنفيذ البرنامج النضالي اللي دارته حركة الممرضين وتقنية الصحة من أجل المطالب اللي كنعتبروها مشروعة، وهي وأهمها هو مطلب الإنصاف في تعويض الأخطار، باعتبار أن الممرض هو ركيزة المنظومة الصحية وهو اللي كيقدم 80% من الخدمات الصحية، وهذا الشيء قبل من كورونا. أما في وقت جائحة كورونا ولا الممرض راه كيقدم تقريبا 90% من الخدمات الصحية. الممرض هو أكثر فئة في المنظومة تعرضت للإصابة بعدوى كورونا. لحد الآن حركة الممرضين وتقنية الصحة حصات أكثر من 1000 إصابة تاع الممرضين، وحالة الوفاة بلغت حوالي 10 حالات وفاة لممرضين كيشتغلوا. حسبناش الناس اللي هما خارجين تقاعد ولا الناس اللي ما عندهمش اللي ما خدامينش حاليا. وعلى ضوء هذا الشيء قررت الحركه انها تقوم بواحد الشكل نضالي اللي يكون يعني يوازن ما بين اهميه المطالب وحساسيه المرحله. لهذا اختارينا نقوم بهذه الوقفه الوطنيه من بعد ما قمنا بوقفه محليه، باش نعرفوا بالقضيه ديالنا ونوجهوا النداء ديالنا في عز كورونا من اجل الانصاف ديالنا، ونتفاداوا الاعلان الاضراب، تفادينا الاعلان الاضراب باش ما نزيدوش طينا بله المنظومه الصحيه اللي هي اصلا مهترئه، ومنظومه كتعاني من شح خطير في العنصر البشري سواء الممرضين ولا الفئات الاخرى. لكن الوقفه ديالنا اليوم كنتفاجئوا بحضور مكثف القوات الامنيه بمختلف التلوينات ديالها، وبواحد القمع لا مثيل له، وتعرضوا العديد من الاخوان ديالنا للضرب والرفس، وتحجزت الهواتف ديالهم، وتحجزت هذاك البوندرول تاع الحركه هي خذوها اليوم. شي مسائل هي اللي كنعتبروا احنا يعني جائره، وما درناش احنا شي حاجه اللي ربما شي اعمال شغاب ولا شي تخريب اللي ممكن اننا نتجازوا عليه. احنا جينا في اطار وقفه سلميه، وخصنا الوقفه اللي هي شكل نضالي اللي هو اخف ضررا من الاضراب. ما بغيناش نديروا الاضراب لان صحه المغاربه فوق كل اعتبار. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.